وتقودنا الأرقام غير المسبوقة التي تحققت خلال الفترة الماضية إلى ذروة الإنجاز، وأعني بها ملحمة تعويم السفينة إيفر جيفن التي جرت وقيعها في مارس عام 2021 السنة الماضية، والذي كان لتوجيهات ودعم سيادتكم ثم لأبطال هيئة قناة السويس وإصرارهم وعزيمتهم على استمدوها من متابعتكم وإشرافكم المستمر على وقائع التعاطي مع الموقف الدور الأهم في التغلب على الأزمة التي توقع أكثر الخبراء تفاؤلا أن تستمر لعدة أشهر، إذ أبى المصريون إلى أن يشهد العالم على مدى ما يتمتعون به من انتماء لوطنهم وغيرة على سمعته وقدرة على تحدي الصعاب والمخاطر. وتم تعويم السفينة خلال 6 أيام فقط ليشهد الشعب المصري العظيم إنجاز أبنائه يفخر بقدراته على تذليل أعتى التحديات والصعاب. وقد جرت في عقاب ذلك ملحمة أخرى لا تقل أهمية وخطورة، وهي استيعاب 422 سفينة كانت تنتظر إعادة لفتح القناة أمام حركة الملاحة. تمكن الهيئة من تنفيذ ذلك في أقل من 4 أيام، محققة رقما قياسيا يضاف إلى أرقامها القياسية المتكررة منذ حفر قناة السويس الجديدة.